잘 못 가라. في عمليه جديده على مستوى المركز الفرز الحضري لمدينه جديده. لهذا المركز اللي تعود عليه المواطن يجلب فيه القارورات البلاستيكيه، وكنا نعطوه كمامات للحمايه من مرض الكوفيد 19. اليوم راح نستبدل هذه القارورات بوحدات لتعبئه الهاتف النقال لي جينيتي تيليفونيك تاع مختلف لي زوبيراتور تيليفونيك. راح المواطن كيجيب القارورات راح يستفيد من هذه لاكارت، نعب ندخلوا فيها العدد تاع القارورات، وكيوصل 100 نقطة تحول إلى 100 دينار وحدة لتعبئة الهاتف النقال. بعد نجاح المبادرة الأولى اللي كانت متمثلة في جمع القارورات وتقابلها الأوقية الوقائية، من هذا المنبر ندعو كل مواطنين ولاية وهران باش يجوا هنايا ويساهموا في هذه المبادرة، لأنها في نفس الوقت هي مبادرة تساهم في ترويج ثقافة الفرز النفايات.